مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع ديال سارة أم السعدية، تناولنا الفيديو الأول بطلب عدد كبير من المغاربة حول العلاقة ديال سارة بأم السعدية. فيما بعد تناولنا الموضوع مع أم السعدية اللي روات معنا القصة بشقين، الشق الأول من هي أم السعدية، وفي الأخير أعطتنا معطيات حول العلاقة ديالها بسارة. مشاهدينا الكرام، سارة ربطت بنا اتصال وعطتني عنوان وما لا يعرفونه المغاربة عن سارة. من هي سارة؟ تبعوا معايا. عطيتيني هذا السؤال مهم، وانا احترمت الطلب ديالك وغنشوف معك الموضوع، وغادي نعطيك نفس السؤال، شكون هي هاد سارة؟ تفضلي. السلام عليكم. شكرا لك خويا يوسف، جيتي عندي للدار، كبرتي بيا، بارك الله فيك. اليوم غادي تعرفوا كاملين شكون سارة أم السعدية، كيفاش كانت، كيفاش دوز الطفولة ديالي فحالي فحال أيوة الناس. يعني كنت عشت وسط عائلة محافظة، كان شوية ديال الحكام، كان احنا عندنا عيب البنت تفوت واحد اللاج وما تزوج، خاصة تزوج صغيرة. تخطبت بزاف المرات، يعني ما وحدة ما جوج ما ثلاثة ما أربعة، يعني تخطبت بزاف المرات، وقدر الله وما شاء فعل كتب عليا هاد ولد الناس اللي انا دابا تفرقت معاه، كتب عليا يكون هو القدر ديالي. رغم ان الوالدين ديالي ما كانوش باغين، يعني انا كون داكشي اللي نقول لكم سمعوا لوالديكم، حيت انا كون سمعت الوالدية يعني ما غاداش بزاف. بزاف الحوايج يعني هو بقى نقول هو السبب، وصل لي بزاف ديال الحوايج، غنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وما نقدرش نسمع ليه. ما كان بغيش نبكي، وما كان ما خبيه بزاف الحوايج لداخل، نقدر نكون بكي شويه نضحك باش ما نبينش، ولكن الداخل ديالي راه جمره. يعني بسبب انا ما كنقولش كان هذا، ولكن ما عرفتش. يعني شحال عندك معان؟ نحاول ما امكن نساعدك. شحال ديال الوليدات عندك؟ ثلاثه. وصلتوا ثلاثه ديال الوليدات، شحال المده ديال الزواج بيناتكم؟ تقريبا 11 عام. 11 عام. تزوجتي بيه عن حب؟ اه. وهو تا هو سبب التصدع في هذه العلاقه الصغيره ديالك انت وياه، اللي قلتي دخلتي لمعاناه اخرى. شنو هو السبب القوي اللي خلى العائله توصلوا للطلاق وتشتوا هذوك الوليدات؟ الخيانه بزاف. يعني ماشي شي واحد اللي تامن عليه، يعني انا داك السيد كنقولها كنت كنبغيه بزاف، يعني راه واحد الدرجه راه ما كتصورش، يعني شي حوايج درتهم على قبله ما يطيحوش في البال. يعني تحديت والديا، تحديت، وفي الاخر كيبقى كلام والديك هو الكبير، فهمتيني. المهم انا واحد الانسان اللي كتضحي معاه وكتقول لا نضرب في والدي وكون غير يحمر لك وجهك قدامهم، كتلقاي هو يعني كما كنقول لك راه لا قالوا لك الوالدين، راه قال لك اللي عطاوك والديك الطابع، راه عرفوا ديك راه طابع الوالدين، راه ما راه يقول لك سير بنتي، ولكن ترجع توقف على كلامنا. هادي تقدر تقول لي شنو العلاقه ديال هاد التصدع اللي عندك في الاسره الصغيره ديالك مع امي السعديه؟ في العنوان قلتي لي اسرار اول مره غنقولهم، هما اللي بغيت نسمع من عندك. غادي نرجعوا مازال المعاناه ديالك. هي صراحه ما عمرني انا هضرت في هذا الشيء، ولكن غير ملي كثر عليا الضغط من الناس، ما نقولش المغاربه كاملين، غادي نقول من بعض الناس، داكشي علاش قررت غادي نقول شي حوايج. فامي السعديه تقريبا نفس المعاناه، يعني انا شفت راسي بعض المرات بوحدي، شفت راسي كلشي سمح فيا لان بعائلتها وسمحوا فيها، فهمتينا. امي السعديه ماشي مقطوعه من الشجره، عندها عائلتها وكيشوفوها ولكن سمحوا فيها. حتى انا مريت من واحد الظروف تقريبا شبيهه بامي السعديه، نوعا ما شبيهه بامي السعديه. هذيك شبيهه، اعطيني فيها شي نقاط باش الراي العام يستوعب. انت بقلب مفتوح مع الراي العام، الراي العام المغاربه راه ولاد الخير، راه كرماء، راه تغلط وطلب الاعتذار ويسمحوا لينا. وحنا احنا 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 شعب فيه التسامح،
شعب ديال الكرم ديال التسامح ديال الود ديال الرأفه بين الناس، ولكن كلامك يكون من القلب وصحيح وصريح مع الرأي العام. عاودي لينا المعاناة ديالك. انا واحد المره باقا نعقل فما غنبكيش، والله ما باغاش نبكي. ما واحد المره في رمضان تناقش انا وراجلي شي حاجه اللي هي بسيطه على جنجلان، بغيت نصوب الشوسون، قلت لي خصني جنجلان، جاب تزايدنا في الهضره، كان معصب قلت شي هضره هكاك، المهم تزايدنا في الهضره. مشى عاود رجع، انا كنت واقفه مع مرت خالو وديك الحديده ديال الطوموبيل اللي كيوقفوا بها الكابور، ويلا مدوشه وشهر سبعة الحال سخون بزاف. كنت ناقش انا وياه، مشى رجع، جاء اتصال من عند شي ناس من العائله ديالو بلا ما نجبدهم، قال لي ملي زدتي في الطريق قالت لك الله يعطيك السيده. انا اقسم بالله ما قلت هاد الكلمه. رجع اللي رجعت انا واقفه ما حسيت والو، كنحس غير شي حاجه سخونه هابطه ليا مع ظهري، كنحس بشي حاجه سخونه ما عارفه شنو هو سخون داكشي. ملي كنت لافت كنلقى ديك الحديده تقبل ليا بها ظهري كامل، بقى كيضرب كيضرب كيضرب. مشاهدينا الكرام، فيما يخص بين قوسين الموضوع ديال سارة أم السعدية بين مد وجزر، أرى الناس تحترم، التعليقات تحترم، كما سارة فهي إنسان لها ما هو إيجابي ولا ما هو سلبي. نسمعوا لها بقلب مفتوح ونشوفوا المعاناة ديالها اللي كيبقى القرار في الأخير المغاربة. كملي لي ملي ضربك شنو درت؟ بقى كيضرب بهذيك الحديد والدم، ديك السخونيه ديال الدم. ملي كنت لافت كنقول لي علاش درتي لي هكا، مصدومه ورمضان صايمه، قلت لي شنو درت لك علاش درتي لي هكا؟ هذيك مرات خانو، بقات غير كتقول لي واهدا ما دارتش رده فعل. انا بقيت مصدومه وداك الضرب ما عارفاش شنو، داك الدمايه اللي هابطه معايا ما عرفتش ديالاش، دخت تصدمت هنا فين غادي نخرج من داري. ديك الساعه تصدمت، بقيت تنشوف فيه ومع انا تخلعت كنشوف هذيك الحديده ما عرفتش ديالاش، ما فهمتش انا اش واقع ليا، واش مضروبه ضربه خايبه، غير اللي كنحس بواحد ثلاثه الخطوات ولا اربعه تحت تحت هو جالس كيشوف فيا، وانا تنقول ليه اعتقني باغا نشرب نموت اعتقني، ما دار والو، كنقول ليه دير شي حاجه ما دار والو. خرج ما عرفتش فين خرج، خرجت كنجري للطريق، عندي ادم صغير شديته في يدي، خرجت وقف واحد الناس في الطريق عطاوني نشرب وداوني لمولاي الحسن، تلقيت الاسعافات وداك الشيء، رجعت للبريكاد درت شكايه صافي. هو ديك الساعه خرجوا معايا بقاو كيقلبوا عليه، لان كان عندي الحفرات قدا هكا في ظهري تقبل ليا اربعه تقبات، بقاو يقلبوا عليه ما لقيتش فين نبات، كنت في الزنقه، اضطريت نرجع نبات ديك الليله تما، ما عندهمش فين يديوك تبات. مشيت دخلت بدا كيطلب فيا كيبوس ليا في يديا ويبوس ليا في رجليا ويقول لي سمحي ليا، وانا ما عقلتش، وانا كيفاش انت ما عقلتيش وما باقي صغير ما كيكمي ما والو، ولد عائله ظريف زعما، شي واحد اللي نقي ماشي شي واحد اللي شمكار ولا شي واحد ناقصه الماده ولا ناقصه شي حاجه، كلشي المواصفات فيه زوينه، لا في وجهه لا في تصرفاته، باقا نقولها راه ولد الناس. وهذا علاش درتي فيا داكشي ما عرفت، بقى كيقول لي سمحي ليا وديري ليا هذا تنازل، بقى ياكل ليا دماغي، هو ديما يعطيني قطله العصا وياكل ليا دماغي باش نسمح ليه. قلت لي صافي الا بغيتيني نسمح ليك غادي بغيت نخرج من الدار نكري، واخا غير شهر حتى يرجع ليا دماغي ونرجع. ما بغاش، شاف راسو السيرتافيكا عندي فيها 38 يوم وما نقدرش نصوم، يعني راه تقبني بزاف وما كنقدرش نريح صافي، اضطر باش ندير ليه سمحت ليه وصافي، وخلاني نخرج من الدار. يعني اللي فهمت هو التصدع عندك مع الزوج. كنتي واحد الحاجه قلتي لي قبل التصوير، قلتي لي من مورا وليت كنتبع الطب النفسي وكناكل الدواء ما بقيتش كنحس براسي، يعني ضغط عليا بزاف. صاحبتي كنعرفها ملي وانا صغيره فهمتيني، مع صاحبتي
فهمتيني، ما غاديش تدخل لك لدماغك، ولو دخلت معاه في صراعات، ولو تحديت الناس، تحديت عائلتي، تحديت كل شيء باش نحافظ على الشمل ديال العائله ديالي. ما خلانيش نبقى انا داك السيد نقول عليه كنحتارمه وبغيته، راه بابات ولادي وكنحتارمه، ما عمرني ندير شي حاجه اللي تخسر لك وجهك، ونقولها ونعاودها، انا هذاك السيد بغيته وكان بغي حتى بابات ولادي، يعني ما دايرش انا شي حاجه اللي غادي ندم عليها، وما عنديش اي حاجه اللي نخلي ولادي ولا نخليه هو يحشم. يعني لو كان انا عندي شي حاجه ما غنصورش هاد التصوير، ونكون خايفه فلان يشوفني ولا فلان تشوفني، ما دايرش شي حاجه خايبه. انا الحاجه اللي درت تنقول خايبه وقدر ما عجبش هي ديك السوشيال ميديا ولا فهمتيني اللي خرجت ليها، فغادي نقول لك انت السبب ديال اي حاجه، لان انا كنت معاك غدا بالنيه وانت قليل النيه معايا. ولكن هو ما بغاش يطلق منك، انت اللي بغيتي تطلقي في الاخير، صحيح؟ هو ماشي ما بغاش يطلق مني، بحال كيقول كينتقم مني، هو ما يبغيش يشوفني مقاده مزيانه، النفسيه ديالي مرتاحه، انا مرتاحه، كي الشخصيه ديالو نرجسيه، السيد نرجسي، كيبغي ملي كيشوفني كنبكي ومضروبه كيرتاح، دوز عليا جميع انواع التعذيب، عدبني. انا نقدر نقول الذات ديالي ماشي مشكل، ولكن النفسيه، النفس الداخل ديالي مدمره، لانني تزوجت وانا صغيره، والدي ما كانوش معايا، كانوا في الداخله، كان هو السند الوحيد ديالي، كانت هي المخده اللي كنت تكا عليها، كنت دايره فيه عائلتي، ما عمر داك السيد خلاني فرحانه، ديما كيعذبني، ديما باقي لحد الساعه كيعذبني. النقط اللي عطيتيني في الموضوع فيها شيئا ما بعض نقدر نقولوا تناقض، تتكلمين عن الزوج له مواصفات خاصة إيجابية، عنده مخدرات ما، ثم الجانب الثاني كتقولي بأنه هذا الزوج كيعذبني مكرفص علي. دابا اش من اتجاه ناخذه في هذا الكلام؟ واش كتشوفي انت؟ أعطيني الروابط، شنو علاقة هذه بهذه؟ هذه العارفة إيجابي وهذه سلبي، فين هو المشكل مع هذا الزوج؟ هو تيضربك هنا، ولكن كاين امور اخرى كتقولي ايجابي. من النوع اللي كيسمع، عنده ودن وحده ياك، ومن النوع اللي مثلا ما كيعطيكش فرصه فين تشرح ليه ابسط الامور، شي حاجه اللي ما كتستاهلش، شي حاجه لان ضيع واحد بيت الزوجيه اللي كان مبني على هذاك السيد، هو كان العقل، هو الروح، هو كل شيء بالنسبه لي. انا كنقولها القد قدام المغاربه كاملين، يعني كنقول لك انت كنتي كل شيء في حياتي. انا نقرب معك السؤال بطريقه اخرى، لسانك كي داير مع هادشي؟ نعم، لسانك كي داير معاه؟ حنينه وظريفه. ما تطوليش عليه في الكلام. بعض المرات، بعض المرات تعيري معاه؟ ماشي كنتعير معاه، سمح لي، كنلقى شي حوايج في التليفون ديالو، كيقول لك انا هكا اشنو غادي ندير، انا هكا راجل ندير اللي بغيت، شغلي هذاك، شكونك انتي تتحكمي فيا انا؟ يعني فهمتي، تقول لك انا ندير، ما بغيتش ندخل في الجانب المادي. كيفاش كان كيتعامل معك انتي ومع الوليدات؟ فهم بالاسره، قايم بالواجب ديالو، ولكن اشكاليات كتعاوني معاه انتي في العمل ولا غير هو راسو؟ كيفاش؟ لا، هو من جانب نادي، عنده رزقه، الحمد لله عنده رزقه هذا، ولكن عنده، الا قلت ليه خص هادي كيجيب هو من النوع اللي ماشي من يفهم راسو يجي للدار ويجيب معاه شي حاجه، لا، خصك تقولي ليه، الله يجعلك لما نعرف شنو تقولي ليه هزو يجيبو لك، ما قلتيش ليه يدخل طويل. انت صبرتي لي 11 عام، انت دابا عاد بدلتي الراي ديالك؟ لا، ما صبرتش، يعني 11 عام تقريبا. هو فين بداو المشاكل ديالي؟ ملي تزاد ولدي ادم، عند ولدي ادم 4 شهور ولاو المشاكل، بدا ادم ولدي عنده 4 شهور بداو المشاكل. ادم اشنو علاقته بالمشاكل؟ انا شي حوايج ما بغيتش ندخل فيهم، لان غادي نوليو في الشرك بالله، وانا ضد هادشي ديال فهمتيني، الشرك والسحر والشعوذه، ولكن غنقول للناس واحد القضيه، والله الا كاين السحر قسما بالله، لان داك ولد الناس كيفاش كان كيتعامل معايا، كان كيدير ليا بحال بنته، ملي كنبغي الناس كيدير ليا بحال شباب صغير، قسما بالله العلي العظيم، كان هو تحدى بزاف د الحوايج، كان كيفاش كيعاملني، وهذا ملي تزاد ادم لقيت شي حوايج، شي حاجه في حوايجي وما تسوقتش، قلت هاد الشيء راه ما منه والو، وهذا موراها تما فين
تبدلوا بزاف الحوايج. انا غنشوف معاك الجانب الثاني مشاهدينا الكرام، احتراما للطلب ديالها اول مره غادي تناول معنا ما هو شخصي بشكل كبير. هنا كيتطرح سؤال، ما علاقه هذا الماضي ديالها والاشكاليات اللي عندها في الاسره الصغيره ديالها بموضوع مي السعديه؟ غادي نشوفوا الموضوع، يمكن لك تشرحي لي العلاقه، التاثيرات، واش هي تاثيرات نفسيه، شنو العلاقه ديالها بالقصه ديال مي السعديه، باش الراي العام يستوعب الامور. انا نقول لهم واحد القضيه بعدا فيا، انا والديا ملي كنت صغيره كانوا كي ما كنتش ما عمرني شفت الموتى حتى كبرت، ما عمرني شفت زعما شي حد يعني اي حاجه تقدر تاثر عليا، ماشي كبرت قاصحه وكبرت مع الناس، ما عندناش ديك العائله اللي كتجمع بزاف، وهذا كبرت يعني كيفاش غنقول لك بحال نقدروا نقولوا بوحدي، فهمتيني؟ وبحكم الخدمه ديال بابا كنا كنتحولوا من مدينه لمدينه، ياك من مدينه لمدينه، وكنت يعني والديا فحال بوحدي يعني، وكنت حنينه بزاف يعني. كيفاش بنادم كيخليك الوقت اللي كتخليك تقصاح ودير اتونسيو اتونسيو اتونسيو، داكشي علاش انا ولا حنينه. نهار شفت الميت غيبت، ما بقيتش عاقل على راسي، داكشي علاش كنحن بزاف. غتقول هادشي ما عنده صار علاقه بهذا، ولكن انا كيشكل لي واحد حنينه واحد الدرجه ما كتصورش. امور خاصه، انا اعطيني العلاقه ديالو بالقصه ديال مي السعديه، العلاقه ديال هاد الازمه اللي كانت عندك او هاد المضاعفات اللي اثرت لك فيما هو نفسي انطلاقا من النقاش ديالك بالزوج. ما كانش عندي الحنان ديال الجده، ياك كان ناقصني، كانت عندي جداتي مات بابا كتبغيني بزاف الله يرحمها امي عيشه، حنينه بزاف فيا، هي اللي سماتني كتقول لي ساره، بعدو من ساره، ساره مرضيه، ساره ماتت. نهار اللي ماتت صدمت، وديك الصدمه ديالي عبرت عليها بفرحه، يعني نهار الموت ديالها كنضحك وكنجري وهذا، ولكن باقي الداخل ديالي كان. المهم امي السعديه شفت فيها جداتي الله يرحمها. الحاجه الثانيه، امي السعديه شفت فيها نهار اللي خرجت من داري ما عندي فين نسكن، ما عندي فين نمشي، بسطامي خاوي تيني ولدي صغير، وما عنديش فين نمشي، نفسي خايبه، خرجت ياك انا ولدي ما قيلها حتى واحد. اول مره غادي نقولها بيتنا في الزنقه يومين، مره حدا المحطه انا وادم وعثمان بقى، ومره وخايفه شاده ولدي وخايفه حتى مشيت. ولكن اللي بقى فين بقى باش الناس تفهم؟ قلتي واحد خديتيه بتي انت وياه في الزنقه والولد الاخر؟ قلت عند بابا. ملي خرجت من داري ما عنديش فين نمشي، ما عنديش، كتشوف راسك خارجه، والديك في الداخل، ما كاينه لا عائله، حنا عندنا حشومه، المرأة طلق حشومه تلاح في الزنقه، حشومه عندنا ديك حشومه عيب، ديما ضاغطين عليا والديا، كنعيط لماما، ماما راني مكرفصه، ماما بنتك راه كدير، ماما هادي اشنو كيخسروا عليا، كيخسر عليا بابا تليفون واحد، شوفي انت داك السيد انت اللي اختاريتيه، ماشي حنا اللي اختارينا عليك، بسببك امك في السبيطار، بسببك هي امك دهزيناها للسبيطار، بسببك هادي، حنا ماشي شغلنا، بغيتي فلوس نصيفطوهم لك، بغيتي ماكله نعطيوك، باش بغيتي شي حاجه خاصك، ولكن بقاي جامع راسك مع داك السيد، ما تقوليش لينا راك مطلقه. خرجت مشيت عند واحد الناس، جلست عندهم سيمانه، انا وادم وعثمان بقى مع باه، خليتو ليه، ما عنديش كيفاش ندير ليه باش غادي نخرج بجوج الدراري. هادوك الناس جلست عندهم سيمانه، كتشوف شي واحد قالك ضيف الله 3 ايام شويه كتبدا تبسال القضيه، ولدك دار، ولدك هذا، واخا هكاك دخلوني الله يجازيهم بخير، دوزت معاهم دوك الايامات، العيد رمضان حتى هو عيطت معاهم، صافي شفت راسي تقلت عليهم، بتزايدنا في الهضره، ديك السيده شافت فيا شوف انا ناقصه وداكشي، خرجت بلا ما قلتها لها، واخا بقات تعيط لي وداكشي، قطعت لها التليفون، بتنا في الزنقه. شنو دارت لك يا مسكين؟ دارت فيك الخير؟ دارت فيا الخير، ما بغيتش نتقل عليها، بانت لي السيده مضغوطه كتضرب ولدي كيدير شي حاجه، ماكشي كتقول لولدي هذا كتضرب بنتها. هذا المشكل، هذا مشكل من بعد اللقاء ديالك بمي السعديه، مازال ما عرفتيش مي السعديه انت؟ لا، هذيك نهضر لك على شنو السبب اللي خلاني نحن في مي السعديه، يعني الاشكاليات اللي انا ولدي مضروبه خارجه من الدار، بيتها في الزنقه انا ولدي ياك، ومن المجتمع، وشاده ولدي صغير وخيفه، شاده وخيفه. مشيت عند واحد الناس
كنعرفهم الله يجازيهم بخير، بقيت جالسه معاهم شحال يعني، كيقول لي كيجيبوا لي الحليب، كيجيبوا لي ليكوش لولدي، ما مخلي لي خصني حتى شي حاجه. الاب هذا ما تنفقش على ولاده. بلاتي عيط ليا انا كيحسب، لا عيطوا لي دوك الناس قالوا لي حشومه تصالح معاه هادي هذا. المهم انا عند بالي غدا باش نتصالح معاه، غادي نرجع. عطاني واحد القتله ديال العصا حيت ما رضاش باش انا غادي نخرج، وباش انا داكشي عطاني قتله العصا اللي فوق ديك العصا الاولى. دوز عليا العدم هذاك السيده، نقول لي شي الا ما سمحتش لك والله ما عندك. هو كيقول لي ما يسمحش لي، ولكن انا ما درتش شي حاجه، انا داك السيد راه ما درتش ليه شي حاجه اللي تعدى عليا هكا. المهم خرجت، هذوك الناس قلبوا لي على الكرا، كريت بيت كريتو وجمعت فيه وليداتي، وليت كنصوب الحلوه لدرجه ان عثمان وادم قسما بالله العلي العظيم الا نصيت روت الحليب وخبزه ديال الحانوت كليناها نهار كامل. اولادي بدرجه ما انهم كنحسسهم بانهم شبعانين، ما كيجي من الجوع ما عارفين شي، يقول لي ماما في يدي دي في كرشي، ما عرفت هو راه فيه الجوع. ديك الساعه بديت كنصوب الحلوه وكنبيع الناس، كنصوب الحلوه كنبيع الناس. وديك السيده اللي دبرات لي على الكره خدامه في مرجان كتجيب الكوموندات من فهمتيني، كتجيب الكليان من الناس كنبيع، ولا حتى هي دخلات معايا في هذا الشيء، كنصوب الشباكيه كنصوب، وليت قادره نخلص الكره، وليت بشويه 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 حتى هي تلاحت البيع والشراء. هي منين وليت كنبيع ونشري بقيت غاده بشويه بشويه. مثلا كنمشي عندك انت جمال، بكثر ما بقيت فك كتبيع لي بالثمن اللي كتاخذ من عند الشركه، فهمتيني؟ هو راه خاصو يبيع لي بثمن بحال كيتسخر ليا معاه، شي كيعرفني بشي. تا وليت كنبيع ونشري هكا، الاولى بديت بصحاب حومتي، الثانيه وبديت بالمحلات، بقيت تكبر لي هذاك، بكبر داك الشيء اللي كان دي. دوزت العذاب. هذاك السيد اللي هو نقول عليه انا باقا كنحترمك، وإلا درت شي حاجه انا اللي غلطت في حقك سمح ليا، كنعتذر منك، انا ما قلتش فيك شي حاجه خايبه، راك ولد الناس، ولكن اذيتيني في الصحه ديالي لداخل وبرا، ظلمتيني، حقرتيني، تعديتي عليا، والخيانه من الفوق، الخيانه هي اللي شرشمات ليا المحل ديالي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه وهي هذا الشيء شفته كامل في ام السعديه، هاد المعاناة اللي كنشوف واحد السيدة جالسة في حجرة، أنا واحد النهار كنت في حجرة أنا وولدي، وكنبكي وكيدوزو عليا الناس، أش كيخسرو عليا؟ مالك مسكينة، هادشي اللي خسرو عليا. وتا أنا لقيت ناس دخلوني، وكتصور واحد الناس اللي شدوك ودخلوك من الزنقة، شحال كتكون الفرحة ديالك؟ أو أنا وولدي وكيجيبوا لي الحليب، كيجيبوا لي ليكوش، ودخلوني من الزنقة. بالرغم كيدخلوك بان راجلك راه عنده الفلوس وقادر يدير ويدير ويدير ويدير، وانا تلاحيت الزنقه. فشفت في ديك امي السعديه بزاف د الحوايج، عوضاتني على الحنان ديال الوالدين، عوضاتني على الحنان ديال الزوج ملي فقدت زعما الراجل ما عنديش في الدار، كانت هي الراجل ديالي، يعني كتنوض تغطيني، ماليه ليا في وليداتي، حتى هي راه خير كبير عليا، راه امي السعديه حتى هي خير، خيره ما ننساش، يعني خافت عليا بغت. انا غنمشي معاك من هذا باش ختمتي هذا الخير الكبير اللي عندك انت عليها واللي عندها هي عليك. الا شفنا واحد الصلح خير بينك مع المغاربه، البعض اللي كينتقدوك اللي كتشادي معاهم، انت بخرجات ديالك انت عارفه الموضوع. الا كان واحد الصلح خير وكان واحد المساعده بين المغاربه معاك ومعاه ويد الله مع الجماعه، علاش ما يبقاش واحد الويد ديالك انت مع امي السعديه اللي قلتي واحد النهار كنتي انتي جالسه انتي ولدك في حجره، وهي لقيتيها في حجره، وهي ما يكونش المآل ديالها دابا هو تمشي لدار عجزه ولا مكان اللي هو ما هي كتقول واحد الكلمه كبيره، كتقول لك انا نموت ولا نتلاحل تما، وهي عندها الله، وانتي عندك واحد الحب كبير بينك معاها، هي كاين واحد الصلح خير. انت عطيتي بزاف الامور اللي غنوضحوها مع الراي العام، اسباب التصدعات، بعض الخرجات ديالك، المغاربه راك راه ما فيهم الخير، تكون هذه هي صله الوصل، هذه بدايه انطلاقه لواحد المسار ايجابي بينك وبين المغاربه وبين ام السعديه. ما غنكونوش ضربنا عصفورين بحجر واحد، نكونوا ربحنا. انت طيبه فيك الخير، كتكلمي وتدري فينا الدموع بشكل كبير، كدوي بقلبك، كتحسي واحد الماضي اليم داز عليك، تحسي بمي السعديه ما بغيتيهاش تكرفص، ولكن خص قرار، علاش ما تكونش هاد بادرات خير في رايك؟
انا بالعكس، انا المغاربه معاونيني مادام هما كيتفرجوا فيا. راه ماشي، نقول لك راه ماشي سهله، غير خمساكه راه ما سهلاش. انا من بعد المره كان في البدايات راه كانوا بزاف هذوك في البدايات بحكم المحتوى اللي كان عندنا. انا مصالحه مع المغاربه، انا نقول لك انا المغاربه بالعكس عزاز عليا بزاف. حيت حقيقه تنهضر معاك دابا من قلبي، غنقول لك ملي كندخل الكومونتيرات، ملي كيوصل الكومونتيرات ديالي راه 1000 2000 1000 ونص، ملي كيكون عندي شي مشكل ولا شي حاجه كنلقى واحد التفاعل كبير من المغاربه. كلشي تيقول يا بنتي ما ديريش، حنا معاك، حنا هذا. المغاربه ما عنديش معاهم مشكل، بالعكس انا المغاربه يعني راه ماشي سهله باش كتلقى كومونتيرات ايجابيه، ولكن كاين البعض ديال الانتقادات اللي كيخليوني نرجع، ما كيخليوكش تزيد القدام. يعني كون ما كانوش انتقادات، الا كانت انتقادات بناءه لماذا غادي نغير من راسي، غادي نقول لا صار هاد السيده ولا هاد السيد راه شنو قالوا. يعني راه ماشي سهل، ربي الله سبحانه وتعالى الا حبب غير 10 من الخلق ديالو فيك راه ماشي سهله. انا غادي نسهل معاك الاموريه في النقاش. الا كان واحد تضافر جهود بين المغاربه وكانت واحد الدعم قوي وبشكل معنوي اكثر ودعموك وتهيئتي نفسانيا وتبقى استمراريه معاك ونتبعوا معاك حتى حنا ان شاء الله، وتانت يكون عندك واحد المحتوى ويشوفوا الطريقه اللي كتخدموا بها نتوما، يشوفوا امي السعديه واكبوا معاها الحياه ودعم ديال المغاربه، ما كتشوفيش هاد الحياه ايجابيه يعني بدون بعض انتقادات اللي شيئا ما الاساس ديالها تيكون هو ترياب كما قالوا. بحال انت غادي كتريبي بهذيك الطريقه صحيح؟ هادشي اللي كاين. انا ما كرهتش، انا بغيت المغاربه يوقفوا معايا، بغيتهم يشوفوني اختهم، يشوفوا امي سعديه راه ماشي امي بوحدي، راه امه المغاربه كاملين. علاش انا باقا صغيره؟ راه اي حاجه تقدر تاثر فيها، راه ماشي شي وحده دات وجابت في ليام باش غادي تقول ما غاداش تسوق. راه اي حاجه غادي تشوفوا دابا الحاله ديالي، واش انا غادي تعطوني هذا العمر ديالي؟ انا بغيت المغاربه شوفوا نتوما اقترحوا عليا المحتوى اللي بغيتوا تشوفونه. الاقتراح ديال المغاربه انا نقول لك شيئا ما، وتنتمنى يتوافقوا معايا في الراي. انا غادي نبني هذا الكلام، يكون دائما القرب ديالك منا وما تخليهاش تمشي لمكان اخر، حيت ربطات واحد العلاقه كبيره بيك وعندها واحد الحب كبير ليك. وكما قالت راه حتى جمله قالتها في حوارات السابقه اللي دازت معايا، قالت بانه انا تقولي الخير بحال اللي كتقولي انتحري. يعني واش مستعده انك تبقي معاها بهذه صله حب وفاء روابط بيناتكم والمغاربه معاكم مستعده؟ خويا يوسف اسمح لي غنقول لك واحد القضيه. كيفاش انا غادي نستعد وغادي تلقى واحد كيقول لك كتاكلي الرزق امي السعديه، عايشه برزق امي السعديه، ما تنساش خير امي السعديه النصابه. دابا بغيت نسولك شحال واحد كيقول لك هذا الكلام؟ يعني كتلقى كومونتيرات كيطلعوا تقريبا بزاف. 40 مليون؟ لا ها؟ لا علاش نحكموا على المغاربه؟ كيخلعوني. ممكن انسان ينتقدك بناء على معطيات وصلاته وممكن يغير. حتى ذاك الانسان حتى هو راه ممكن يصيب وممكن يخطأ. ولكن ما نحملش انا المغاربه كاملين، الناس كتمشي بالملموس. الا كانت واحد صله الوصل ديالك معاه ودرتو خطوات ايجابيه وحنا نساهم في النشر ديال الاسره تبقى شامله تبقى كلها، ما كتشوفيش هذا ايجابي؟ لماذا نكيف الراي المغاربه في شخص او شخصين او ثلاثه او عشره؟ لماذا؟ واش لا قياس مع وجود الفارق؟ المغاربه كرماء، إذا مشيتي بهذا الإطار أنت ممكن الناس تغير معك ما هو إيجابي، تكون هذه بداية خير. أنا قلت عنوان والصلح خير، معايا ولا لا؟ أنا معاك أخويا يوسف. أنا غادي نقول لك واحد القضية يوسف، الله يجازيك بخير، بغيتك تفهم هذه الكلمة اللي غنقول. المغاربة شافوا فيا بعين الرحمة واعتبروني أختهم وساندوني وشجعوني وبغاو امي السعديه تبقى معايا، فمرحبا على راسي وعينيا، ونسوني من هالتعاليق الخايبه ووقفوا معايا وشجعوني زادوني القدام. راه ما عنديش شي خدمه من غير هاد الشيء، راه كيفاش غادي نداوي راسي ونداويها ونقري ولادي وناكل راه غير من هذا؟ والا بغاو امي السعديه تمشي لدار العجازه يخليوها لينا ويقول لي تمشي لدار العجازه، انا غادي ندي امي السعديه لدار العجازه ونخليها هي والقناه والارباح ديال القناه. فانا انا 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 ماشي ضد المغاربه، انا بالعكس كنطلب منهم مسامحه الا شي نهار غلطت في حقهم. راه بالعكس راه انا بيهم باش كاينه، راه حنا المغاربه راه متسامحين وولاد الكرم وما شاء الله علينا. حنا المغاربه راه شي حاجه، راه نقدر نقول المغرب هو اللي كاين في الكره الارضيه كامله، يعني لا من ناحيه الذكاء لا من ناحيه الكرم. كنتمنى لك التوفيق
الكلام ديالك واصل وبإحساس. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا أول مرة كتعطي تصريحات في أسرار في أمور عاشت في حقبة زمنية معينة في الأول ديالها، وكان مجموعة من الإشارات اللي تكلمت عليها شيئا ما سلبية لمات ليها الوضع، وكانت هي السبب باللقاء ديالها بأمي السعدية. مشاهدينا الكرام، طلب ديالنا لجل المغاربة أننا نشوفوا هاد الأخت بعين الرحمة، ونشوفوا سارة لما لا نساعدوها بدعم معنوي قوي في هاد القناة ديالها، وتبقى مع هاد الأم، لأنه أصعب الأشياء يكون الفراق بالأطراف. سارة لها عشق وحب كبير مع أمي السعدية، والسعدية تبادلها نفس الشعور، إلا أن واحد الإشارة قالت لي مهمة، قالت لي أنا غير باقا صغيرة في السن ديالي، وتحملت هذا الشيء القديم فيما يخص ما هو أسري ديالها بطبيعة الحال، وكذلك شيئا مع المعاناة في الوضع ديال أمي السعدية، سواء ولا الوضع الصحي ولا مجموعة من الأمور، وكذلك الاهتمام بالوداد ديالها، يعني سارة تتحمل مهمة صعبة. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الموضوع، وسوف نوافيكم دائما بالجديد، كما نوجه النداء لجل المغاربة أننا نساعد سارة في هذه الخطوات الإيجابية اللي يكون العنوان ديالها الصلح خير. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.